في السادس من أكتوبر عام 1973 شنت مصر هجوماً شاملاً وكاسحاً لتحرير أرضها المحتلة منذ عام 1967. انتهت الحرب بتحرير كامل الأراضي المصرية وانخراط الطرفين مصر وإسرائيل في مفاوضات سلام. انتهت أيضاً بتوقيع اتفاق سلام عام 1979 حدد الوجود العسكري لكل من القاهرة وتل أبيب لتلافي أي تصعيد بينهما في المستقبل وتثبيت حالة الهدوء القائمة. وفق اتفاق السلام قسمت شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق هي ألف وباء وجيم، ونصت الاتفاقية على تواجد قوات شرطية فقط داخل المنطقة جيم إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أما المنطقة التالية دال فهي تقع داخل الحدود الإسرائيلية، ونصت الاتفاقية على تواجد قوة إسرائيلية محدودة بها تتكون من أربع كتائب مشاة فقط بالإضافة إلى مراقب الأمم المتحدة. ظلت مشكلة مصر في المنطقة جيم التي تمتد على طول الحدود المصرية، إلا أن عدد القوات الموجود لتأمينها كان قليلاً قياساً بالمساحة التي تقوم بتأمينها مع تسليح هؤلاء بأسلحة خفيفة ودون حماية جوية. وتصاعدت حاجة القاهرة لزيادة قواتها في تلك المنطقة، خصوصاً مع زيادة هجمات الجماعات الإرهابية، ما جعل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يعلن في 2014 أن بسط الأمن في سيناء لو تطلب تعديل اتفاقية السلام فستقوم مصر بتعديلها، في خطاب غير مسبوق عبر عن تحد لوضع ظل قائما لعقود. هل تدعو لتعديل اتفاقية كامب ديفيد من حيث عدد قوات المصرية مسموح بها في سيناء؟ اللي احنا عايزينه بنعمله، والقوات موجودة، ولو الأمر متطلب إن احنا نعدل ما افتكرش إن هم هيرفضوا. لم تنتظر مصر تعديلا رسميا للاتفاقية، بل دخلت قواتها وألياتها العسكرية بأعداد غير محدودة إلى عمق سيناء في إطار عملية شاملة للقضاء على العناصر الإرهابية. ومع نجاح مصر في القضاء على الإرهاب في سيناء ظلت الحاجة قائمة لمزيد من الوجود العسكري، خصوصا في المنطقة جيم، لتأمين شريط حدودي طويل ومناطق مترامية الأطراف لضمان عدم تكرار سيناريو الإرهاب في سيناء. وبالفعل في نوفمبر عام 2021 جرى أول تعديل معلن لاتفاقية السلام، حيث أعلنت القوات المسلحة المصرية أنه تم تعديل الاتفاقية الأمنية بين مصر وإسرائيل لزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح الموجودة داخل المنطقة جيم. لأول مرة بعد 40 سنة هيبقى على الحدود مع إسرائيل لنا قوات عسكرية موجودة في المنطقة جيم. ومن جانبها قالت إسرائيل إنه تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي وبحضور قيادات الجيش الإسرائيلي. ووفق خبراء فإن مصر نجحت في فرض أمر واقع جديد في سيناء، وأنها بدأت في تفكيك الملحق العسكري لاتفاقية السلام. ففي عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك تم وضع قوات حرس حدود مصرية في عمق 1500 كيلومتر في المنطقة جيم، ثم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمت مضاعفة القوات المسموح بها في المنطقة ألف وباء، ووصلت القوات المسلحة المصرية بعتادها الثقيل لأول مرة للمنطقة جيم، وهي المنطقة التي من المفترض أن تتواجد بها شرطة مدنية بأسلحة خفيفة. وبالتالي تم تعزيز القوات المسلحة المصرية حتى أصبحت على الخط الحدودي الفاصل الدولي النهائي، حيث آخر نقاطها الحدودية في سيناء. مصر عندما ترى أنها تحتاج إلى أمور معينة فسوف تحصل عليها، وحولها لك بصراحة جدا، والقوة العسكرية هي العمود الصلب لكل ذلك. يعني هذا الواقع الجديد الذي فرضته مصر جاء بالتزامن مع نجاحها في القضاء على الإرهاب وبسط الأمن، ووصولا إلى الرفع الكامل لحالة الطوارئ وتصاعد قوة الجيش المصري الذي أصبح الأقوى عربيا وإفريقيا وفي المراتب الأولى بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، وهو ما مكنه من فرض واقع جديد على الصعيد العسكري في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتأمين كامل حدودها بشكل لا يقبل المساومة وبكافة إمكانات القوة التي تمتلكها مصر. جيش مصر اللي هو مركز الثقة الحقيقي، مش في مصر بس، في المنطقة كلها.